وعلى هامش معرض البحرين الدولي للطيران، أعلن السيد أيمن حتاحة وزير المواصلات بالمملكة الأردنية الهاشمية أن بلاده ستدرس مع كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية موضوع ربط السكك الحديدية بينهم، مشيرا إلى اجتماع من المزمع عقده الشهر المقبل حول هذا الموضوع. حتاحة قال في تصريح أدلى به إلى مركز الأخبار إن الأردن تربطه اتفاقيات متعددة مع البحرين، خصوصا المتعلقة بنقل الركاب. بداية أود أن أهنئ شقيقتنا مملكة البحرين في هذا المعرض، معرض بحرين للطيران، لنجاحه. ولقد شرفت يوم أمس أيضا في لقاء جلالة الملك حمد ونقلت له تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظهم الله ورعاهم. فيما يتعلق باتفاقيات النقل، ترتبط الأردن مع مملكة البحرين الشقيقة بعدة اتفاقيات فيما يتعلق في النقل البري والبحري والجوي، وتم الاتفاق على عقد أيضا لقاء في الأردن لتبادل الخبرات ما بين المملكتين الشقيقتين، لا سيما لتسهيل نقل البضائع والركاب بين الأردن ومملكة البحرين. مع مملكة البحرين الشقيقة وبالتعاون مع المملكة العربية السعودية لربط السكك الحديدية ما بين الأردن والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إن شاء الله، وكافة دول مجلس التعاون الخليجي. إحنا إن شاء الله سنحدد لقاء مشترك ما بين معالي وزير النقل في الشقيقة المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن، أعتقد إن شاء الله خلال الشهر القادم، للتباحث في كيفية ربط السكك الحديدية ما بين المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى لنا ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن إن شاء الله تعالى.